كل شيء متعثر في الحديده عدا الماساه التي تتعاظم على امتداد جغرافيا المحافظه. اتفاقات السلام الامميه تترنح والهدن الهشه تفشل دائما في تخليص المواطنين في مناطق التماس من كابوس القصف العشوائي المكثف الذي تشنه ميليشيا الحوثي على المناطق والاحياء السكنيه المحرره. بلدات عديدة تم تحريرها خلال العامين الماضيين لا تزال حتى اللحظة هدفا يوميا لميليشيا الحوثي ومئات المواطنين لقوا حتفهم في الدريهم وحيث والتحيتة ومديريات أخرى بألغام وقذائف ورصاص الحوثيين لم تتوقف قذائف الميليشيا عن حصد أرواح المدنيين ولم يكلف المحررون أنفسهم إيجاد حل لهذه المأساة اليومية وكأن ما يعنيهم هو السيطرة على الجغرافيا فقط فيما يبقى الانسان في هذه المناطق خارج كل الحسابات مضت فتره طويله منذ تحررت هذه البلدات الا ان الحياه فيها لا تزال متوقفه بسبب القصف المستمر الذي ادى الى نزوح كثير من سكانها الى مناطق اخرى وبسبب عدم قيام السلطات باعاده تطبيع الحياه فيها وتنظيم عمل السلطات المحليه اوضاع انسانيه صعبه يعيشها الناس في مناطق الحديده المحرره في ظل غياب لمسؤوليات وادوار السلطه المحليه هناك وغياب المنظمات الاغاثيه فيما يبدو الحاضر الوحيد هنا هو الهلال الاحمر الاماراتي وهو حضور تبقى حدوده مرسومه باهداف السياسه وباشياء اخرى تمثل الحديده الشريان الوحيد للمناطق الشماليه الخاضعه لسلطه مليشيا الحوثي باعتبارها ممر بضائع التجار والمساعدات الاغاثيه التابعه للمنظمات الدوليه غير ان هذه الميزه لم تشفع لها ولم تخفف شيئا من معاناه ابنائها الذين يشاهدون مرور قوافل الاغذيه والادويه عبر محافظتهم الى مستودعات مشرفي الميليشيا وهم الاكثر احتياجا لها